أهلا بكم مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. ألاف الروهينجا يتظاهرون في مخيماتهم للمطالبة بالعدالة في ذكرى مرور عام على نزوحهم. قتل بانفجار بالقرب من اعتصام أمام مركز لمفوضية الانتخابات في شرق أفغانستان. النيران تلتهم فندقا في الصين وتقتل وتصيب العشرات. ارتفاع حصيلة قتل فيضانات كيرلا ومخاوف من انتشار الأوبئة. دراسة أمريكية جديدة تحذر من أضرار زيت جوز الهند التي وصفتها بالقاتلة لأنه غني بالدهون التي تضر بشرايين القلب. وباحثون يكشفون عن تقنية لا تزال في مراحلها التجريبية تسمح برصد إشارات الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق فحص بسيط لشبكية العين.